بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكر منصور قناة الهضاب تي في اللي راهي تبع في المبادرات هذه، بارك الله فيكم. بون ما نطولوش عليكم، سبق وهدر خويا حسام اللي هو والد الطفلة، وزاد تفضل عمي سليم بوشاوي اللي هو رئيس جمعية ولاد زيغم، اللي نقدر نقوله هي اللي راهي متكفلة بهذا العملية، هما اللي راهم يتبعوا فيها لأنها رائدة في المجال هذا. خاوتي سكان ولاية سطيف، أي إنسان نحكي على الصناعيين، نحكي على المستثمرين، نحكي على الناس اللي عطاها ربي من فضله، نحكي حتى مع الناس شعب الزوالي، باسكو السديكة كيما هذا الشعب هو اللي يهز بعضها. هذه بنتنا روفان عندها عامين تما، خلاص نورمالمون كي تشوفوا لك ما نهضروش، نورمالمون كي يهضر بويها خلاص. أنا حاجة اللي على بالي بها دابري لي زيكسبيريونس اللي فاتوا علينا في النداءات هذو، درنا نداءات من قبل، أنا نقول لكم باللي 200 مليون و 300 و 400 هادو المبالغ هادو هينا، ليه مبالغ هينا؟ يعني كي تولي تشوف بارابور للرحمه اللي كاين في قلوب الجزائريين والنخوه اللي عند الشعب تاع الجزائر بصفه عامه، ونحكي احنا في ولايه سطيف، الحمد لله كاينين عمليات من قبل احتاجوا مبالغ ضخمه، والحمد لله والناس تكاتفت. اللي يشوف الطفله دوك في الروبورتاج يشوف طفله كيشوف عينها، اي انسان فينا جماعه يديرها، اللي عنده بنات في الدار يديرها كي بنته، اللي عنده اخته صغيره في الدار يديرها كي اخته. ولو بليز امبورطون سي كو ما نحقروش المعروف، برك يقدر اي انسان حتى يكون مش قادر يعاون بالمال، تخيلوا برك معايا اي انسان تفوت عليه لا فيديو تاع النداء هذا ويبارطاجيها، برك تقدر تطيح في اي محسن قادر، تقدر تطيح في اي انسان رجل اعمال، في اي واحد يقدر يعاون. رانا طامعين في ربي سبحانه، دعينا ربي هو الاول توجهنا ليه، ومن بعد رانا جينا لكم انتم. هذا حسام خونا وبنته راهي بنتنا، ان شاء الله ربي يجيبها في الصواب وما تطولش ان شاء الله وتروح الدوي ان شاء الله يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حبينا نوجه نداء، رانا متواجدين في بيت عائله سلاوي روفان، من بعد ما درنا الاعلان في الصفحه تاع الجمعيه. اليوم نشكر قناة الهضاب تي في اللي لبات النداء، وراي متواجدة معنا اليوم في منزل سلاوي روفان. إن شاء الله نقدم لكم نداء خاوتي الخير والمحسنين والمحسنات، أنه جبنا لكم اليوم تجارة مع الله، أنكم إن شاء الله بإذن الله نوقف اليد في اليد ونقدموا يد المساعدة للطفلة روفان اللي يعني مازالت صغيرة، راي طير من طيور الجنة. لازم ان شاء الله باذن الله نقفوا يد واحده، رجل واحد، كلمه واحده، نعاونوا هذه الطفله ان شاء الله اللي راهي محتاجه المساعده. الوالده تاعها يعني معروفه هنا في وريسيا، ان شاء الله ثاني نداء الناس وريسيا ان شاء الله باذن الله انه جميع من يمر على هذا الفيديو انه ان شاء الله باذن الله يوقف معنا ونقدموا المساعده اليد المساعده للطفله روفان. وما ناقص مال من صدقه، وربي سبحانه عز وجل يقول ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء، وهذه طير من طيور الجنه. احنا ان شاء الله باذن الله رانا واقفين مع الوالده تاعها ومع الطفله روفان، وحنا كجمعيه خيريه ومجتمع مدني هذا واجب علينا انه ان شاء الله نكونوا مع روفان وغير روفان، باش ان شاء الله نجمعوا لها المبلغ اللي هو مقدر بمليونين دينار جزائري، يعني 200 مليون ان شاء الله باذن الله. خاوتي نتعاونوا ونمدوا يد العون ان شاء الله للطفله هذه، وان شاء الله باذن الله للمحسنين انه ان شاء الله نوجه ندائي للناس، رجال الاعمال، تجار، اي انسان يقدر يمد يد العون لهذا الطفله انه ان شاء الله ما يبخلهاش ويتواصل ان شاء الله باذن الله، سواء مع الاب تاعها ولا مع الجمعيه الخيريه ولاد زيغم المقره موجود في بلديه وريسيا، والله يتواصل مع الاخ امين اللي ثاني معروف دوره في المجتمع المدني. ونقولوا يعني ان شاء الله باذن الله اليد في اليد، ونديروا ان شاء الله نلموا المبلغ المطلوب للروفان ونتوكلوا على رب العالمين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين، معكم سلاوي حسام الدين والد تاع روفان سلاوي. جيت اليوم نوجه لكم نداء استغاثه باش نجمع المبلغ باش ندي بنتي توبيري، لي قرب مني ولي يعرفوني على بالهم بالسيتياسيون تاع بنتي ملي كانت صغيره، زادت نورمال ولا في عمرها 6 شهور جاها لابسي في عينها. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، جرينا بها منا كثر خير تالي، خدموا في السبيطار عاونونا، دوكا راهي صافا شويه، ومن بعد عقبنا عند طبيب جودي في سيسون حيه باسكو جرى معايا في زمان الكورونا كان يحل على جالي.
جرى معها دوكا لاباس، مي المشكل تاعها راهي ماشي تشوف بعينها لا غوش، وراهي مغطيت لها سيكاتريس، لازمها زرع قرنيه. زرع قرنيه لولاد صغار في الجزائر وتونس منها ما كانش، كونتاكتينا تركو الاسبان صلحت لنا تاع الاسبان. العمليه راهي مقدره ب 10000 اورو 200 مليون بصواردنا. الحمد لله يا ربي ملي حطيت نيدا في فيسبوك مع اصحابي وحبابي، وكاين ثاني نشكر جمعيه ولاد زيغم تاع اوريسيا، جراو لنا شويه الناس راهي تعيط، راهي تكوراجي فينا شويه. المبلغ دوكا بو لو مومون يا ربي 12 مليون، عندي واحد 8 ملي حطيت بوبليكاسيون ان شاء الله. وش راح نقول لكم، نوجه نداء سورتو للسلطات المعنيه يعاونونا، سورتو من بعد افير لي بابي منا، باسكو الدعوه كاين على بالك مع الكورونا يتخفي يرفيزيونا ولا. وان شاء الله اللي يعرفوني يا حبابي وصحابي الناس اللي تعرفني، ماشي على وجهي انا، على وجه الملك هذه. انا ماذا بيا بنتي تكبر ثاني كيما انتجتها، تقرا تولي عايشه نورمال، باسكو دوكا راهي المشكل لينا وليها حنا، ولا نجينا وتركب ثاني يقول لك واش بها عينها بيضاء واش بها منا. يا خوتي واش راح نقول لكم، اللي يقدر يعاون يعاون، اللي لو كان بدعوه لو كان يبارطاجينا الفيديو. هذا واش نقدر نقول لكم، وربي يجازيكم ان شاء الله ويكتب لكم في ميزات حسناتكم واجركم على الله ان شاء الله، وبارك الله فيكم. ديري له بيضاء، ديري له بيضاء، ديري له بيضاء، الله يصبر.